انا بشتغل بهذا المكان من 4-5 سنوات. نحن اساس شغلنا بوقت كنا ببلدنا الخرضوات. اجينا هون اشتغلنا بالخرضه، يعني جتنا شغله جديده، موضوع القذائف، النظام يضرب قذائف صواريخ على الناس معظمها ما تنفجر، الناس تشيلها وتبين اياها. يعني ها الادوات القتل والاجرام والنظام اللي كان يضرب على الناس تحولت من ادوات قتل لادوات باب رزق ومعيشه للناس جميعا. احنا هون بنلعب السيارات، بنشتغل، بنطبق قذايف. ونحن بنخاف، على بنخاف تفجر علينا شيء قذيفي، ويعمل عدة أصناف من قذايف مليانة.